كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. وما استفدينش، هادو هما الناس دي السوق واحد بواحد اللي يستاهل. وشكون اللي يستافد؟ يستافد الناس اللي ما تستاهلش، الناس اللي كاذين بلايص تما. قيدوهم الرابطه قيدت الناس الخدامه ديالها، واللي ما اللي ما اللي ما الخدامه اللي خدامين معاهم باش مني يستافدوا يرجعوا لهم المحالس ديالهم اللي شرجعوهم. وحنا عارفين اذا قيدونا راه ما هنبيعولهمش، حنا نخدموا فيها راسنا. هما كيقيدوا الواحد اللي عنده قناي بيع، اللي عنده قناي حرك باش مني كيشبره كيجيو عنده كيديوها له. هادي والناس اللي كيستاهلوا ها هما. واذا كنتو واذا حنا كنطلبوا من الدوله تعمل بحث ديالها في الناس، في الناس اللي باقا تعمل بحث ديالها واش يستاهلوا واش ما يستاهلوش، وتعمل بحث وتعمل بحث في السوق مع الناس الرابطه وتشوف الناس اللي شراتها. خالي خليني حنين شوف، وتعمل بحث في السوق ديالها وتشوف الناس اللي ما تستاهلش كيفاش دخلت تما وبيعات وشريت اللي تباعوا. تباعوا راه اكثر من 20 و25 محل اللي شراوا. استفادت سيدنا كيتيان الدرويش اللي محتاج اللي ما عنده فين يمشي. هما قايدوا الناس اللي عندهم اللي ما محتاجينش ديك الاستفاده باش يبيعها لهم. وعاش الملك. حنا اليوم عاملين واحد وقفه احتجاجيه على حق ديالنا. حنا دائما هاد الناس كيظلمونا، دائما كيتحكروا علينا، دائما كل مره كيبيعوا ويشريوا فينا. كنمشيو عند مقدميه كيديونا عند الرابطه، كنمشيو عند الرابطه كيديونا عند قايد. وحنا واش كتبقاو تلعبوا بينا فحال الكره؟ حنا بالون. اللهم هذا منكر. شوفوا من حالنا، حنا دائما ديك البيع والشراء كيتعاود، دائما ديك المنكر، دائما عاملين واحد الوقفه هنايا على حقنا. حنا هنايا هنبات، يا اما السيد الباشا يجي عندنا يوقف شرح لنا شنو كاين. حنا باقي حنايا الناس بزاف ما مستافدينش. اللهم هذا منكر. شوفوا لنا شي حل اخي، تاوان الله اخي، دائما كتبيعوا وتشريوا فينا. اللهم هذا منكر اخي. انا كنطالب بسيد الوالي عامل في الثقه، الله يجازيه بخير، الله يخلي له وليداته. هادشي اللي كنطالب، انا ما كنطالب والو، كنطالب حقي. الله يجعل البركه في السلطه، الله يجازيكم بخير. ومشحال هادي وانا كنفرش ب 2011، عملت شكايه في 2011، ودابا ما كاينه والو. كنمشيو عند مقدم، كنمشيو عند قايد، كنمشيو عند اي واحد، حتى شي واحد ما كيستقبلنا وما عرفناش علاش. فهمتي، خصنا شي مسؤول كبير اللي شفنا هادشي هذا كنطلبوا. وحنا شنو من ذنب عندنا حنايا؟ حنايا اقدميه السوق، كاين الناس اللي قدامين عليا، انا ما كنهضرش على راه كنهضر على العموم. كاين الناس قدامين عليا في السوق وبزاف. انا البارح عاد بنت في السوق وعاش محمد السادس. هادو حقرونا وظلمونا، الدعوه بهم الله، الدعوه بهم الله. السلام عليكم خوتي، انا واحد فراشات سوق كسابراتا، كنطلبوا من السيد الوالي يشوف من حالنا. حنايا هنايا معتصمين، راه تدبرنا 45 يوم ما فرشنا، وهنا كنجريو في ماشي كندوقوا في شي باب، شي باب كتشدنا في وجهنا اللي كندوقوا فيها. حنايا دابا عملنا هنا واحد الوقفه احتجاجيه وما تنزلوش عليا. كنطلبوا مساعدة الوالي ولا باشا يجي يشوف من حالنا. هادشي اللي كنطلبوا حنايا، ما كنطلبوش ولا كنا حنايا شي فراشة ما كنستاهلوش، وعملوا فينا الاجراءات ديالهم وكذا، جبرونا ما كنستاهلوش، ما يعطيوناش. حنايا فراشة السوق كنطلبوا كلشي يوميا. 7 الصباح كنصبحوا كنجيو السوق، 40 يوم حنا جالسين. الهضره دائما كنمشيو عند المسؤول الكبار، ما كيتناش حقنا لا والو. كندخلوا عند هذا، نمشي للولايه، نمشي كذا، ما كاين والو، ما كاين والو، ما كنستافدوش شي حاجه. صافي، عندنا الشكايات ديالنا، عندنا السيمارات ديالنا، ما كاين والو. دابا هادي طالعه في 45 يوم، وحنايا كنوقفوا قبل الجامع السعودي كيقيلوا تما واقفين. كتلاقى مقدميه كيقولوا لك ويكون خير يكون خير، كتلاقى كطلع عند باشا هنايا المقاطعه هادي ما كتجبروش، كتجبر هذيك الخليفه كيقول لك دابا عاد كان هنايا مشى كذا تنغدى وغدا كنطلعوا، ما كاين والو، بعدو ما كاين والو. شوفوا من حالنا، انا مجوج وما جيني العزري في الطريق وما كاين والو، ما شافوا معايا حتى شي حال. انا ماشي نجيب شي مطايا اخر مكسبرطا وقيس كنقول انا كنبيع، راه كلشي كيعرف بمقدميه، كلشي كيعرفني بالسوق، من الناس كبار بكلشي. وشوفوا لنا الحال، ودابا ما بغاوش يشوفونا الحال. حنا هنايا عاملين اضراب عن الطعام، ما كلينا ما والو، وحنا هنايا ان شاء الله سيجيو. عاش الملك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.